السلام عليكم، معكم أنور سنان وأهلا وسهلا بكم بقناتي. اليوم جاي لكم فيديو كامل خطوة بخطوة من الألف إلى الياء عن الشراء من الإنترنت من مواقع التسوق الأمريكية، مثلا Amazon.com ولا أبل ولا إيباي، مواقع تسوق كثيرة جدا في الولايات المتحدة الأمريكية، بتسوي كل شيء عن بعد عن طريق الانترنت لحد الأغراض ما توصل باب البيت. راح نستعمل اليوم ونستفيد من خدمات شركة شيب 7. من خلال هذه الشركة راح تحصل على عنوان أمريكي معفي عن الضرائب، كمان يقدموا خدماتهم في المملكة المتحدة بريطانيا، يجيبوا لك عنوان تقدر تستعمله في المواقع البريطانية، وانت حر اشتري من أمريكا ولا من بريطانيا بكيفك. طبعا بتأخذ عنوانك لدى هذه الشركة وتروح إلى مواقع التسوق تحطه، تجهز الأغراض اللي انت تشتريها، تعمل تشيك اوت، الأغراض توصل تبعك عندهم، بعدين انت تروح تطلب منهم تجميع الأغراض داخل طرد واحد عشان توفر برسوم الشحن وتحصل على سعر رخيص جدا. وتقدر كمان تطلب طلبات خاصة، مثلا تقول لهم يزيلوا لك القطعة الفلانية، يعملوا لها تغليف خاص، يتخلصوا من الباكجينج الزيادة عشان يكون الحجم أقل، يحطوا ليبلات معينة، عندهم خدمات جدا جدا ممتازة. بعد كذا تروح على آخر خطوة تعمل طلب شحن، الأغراض تبعك تنشحن وبعدين توصل لحد باب بيتك. على فكرة هذه الشركة ما حدش تكلم عنها من قبل بالمحتوى العربي، مش عارف ليش، بالرغم انها شركة كبيرة جدا متواجدة بهذا المجال بقوة، عندهم مستودعات ضخمة، بيعملوا معالجة لعشرات آلاف الطرود يوميا الى مختلف انحاء العالم، متعاقدين مع شركات شحن كثيرة. انتوا بتتابعوا هذا الفيديو بتفهموا كل شيء، صحيح انه طويل بس ما راح تندموا اذا شفتوه، فيه كل شيء خطوة بخطوة، ما راح تحتاجوا تشوفوا أي فيديو ثاني، تتعلموا كل شيء مرة واحدة. قبل ما نبدأ روح اشترك الآن في القناة وفعل جرس الإشعارات، لايك كومنت شير، وتابع الفيديو إلى آخر ثانية بعد الفاصل. نقول بسم الله ونبدأ. أولا تروح إلى موقع الشركة شيب 7، تلاقيه أسفل في الوصف، وانت بتتصفح الموقع هتلاقي الكثير من المزايا والخدمات الفريدة اللي راح تخليك تستعمل هذه الشركة دون الشركات المنافسة. انا راح اتكلم عن البعض يعني باختصار وبسرعة. اذا رحنا الى قائمة البرايسينج راح نتكلم الحين عن الشحن. اولا احنا بنستعمل دائما العنوان اللي هو الفري تاكس، اللي هو في ولاية ديلوير المعفية عن الضرائب في الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي احنا بنتجنب دفع الضرائب لمواقع التسوق واللي هي بتروح بعدين للحكومة، ما علينا من هذا الشيء، احنا بنستعمل عنوان معفية عن الضرائب، اتفقنا. ثاني شيء الدولة اللي احنا حنشحن اليها، يعني كل واحد يختار بلده، انا مثلا بختار اليمن، اوكي. بعدين تيجي تدخل وزن الاغراض تبعك، مثلا هي حتكون الوزن تبعها 10 باوند، اللينس تبع الباكيج 10، الويدث 10، والهايت 10. بحط هنا get shipping rate الحصول على الأسعار. زي ما انت شايفين طلعت لنا قائمة لعدة شركات، مثلا DHL Express حيكلفني $87، سعر جدا ممتاز. بالنسبة لأرامكس السعر $110، ولكن أرامكس في اليمن خدماتهم مش كويسة. وبالنسبة لفيدكس بيوريتي $76، والإيكونومي $69. الفيدكس خدماتهم يعني متوقفة في اليمن من 2010 أو 2015، ولكن هم بيوصلوا عن طريق DHL. الشحنة توصل لمكان معين غالبا دبي، بعدين تتحول عن طريق DHL وتوصل. بس تجنبا لهذا الحوار كله احنا بنستعمل دائما DHL Express. لو لاحظ ان هنا السعر $87، تروح تقارن في مواقع اخرى هتشوف ان السعر اعلى $30 أو $40. ليش؟ لانه خدمة شحن DHL مع المواقع الثانية بيضيفوا رسوم زيادة عن الرسوم الستاندر، عشان اليمن دولة منكوبة تعتبر، يعني فيها حرب وكذا، فبتكون الاسعار شوية زائدة، فاهمين علي كيف؟ ونفس الشيء ينطبق على سوريا والعراق وليبيا وبعض الدول الاخرى.
طبعا لو جينا نقارنها الحين مع دولة أخرى مثلا السعودية، في ناس كثير بتشتري من النت من السعودية ويتابعوا قناتي. اخترنا هنا الشحن إلى السعودية، الوزن بيكون 10 باوند، اللينث تبع الباكج اللي هو الطول 10 انش، والويث العرض 10 انش، والهايت كمان 10 انش اللي هو الارتفاع. نفس المعلومات السابقة، ما غيرنا شيء. نضغط على الحصول على قائمة الأسعار. زي ما شايفين سعر الشحن إلى السعودية 87 دولار، نفس الشحن إلى اليمن. أرامكس أرخص بكثير، وخدمات أرامكس في السعودية جدا ممتازة. الشحن بيكلفك 68 دولار. بالنسبة للفيدكس بايوريتي 76 دولار، والإكونومي 69 دولار، واليو بي إس طبعا الأسعار زايدة. منصحش تستعمل اليو بي اس، لان دي اتش ال افضل بكثير. اوكي، يعني اسعار شحن هذه الشركة جدا جدا حلوة ومنافسة للشركات الاخرى، تضيق عليهم جدا. اذا جينا هنا نشوف المزايا تبع هذه الشركة، فتح الحساب عندهم مجاني، لما توصل الشحنة لعندهم كمان مجاني، بيعملوا الصور للشحنة تبعك لما توصل، ثنتين صور، إذا حابب أنت زيادة بيكون بفلوس. أوكي، الإسكان والإيميل حيكلفك 2 دولار لكل 20 صفحة، هذا في حال أنت حابب تستقبل البين كود تبع حسابك الأدسنس الأمريكي، ممكن تستفيد من هذه الخدمة. أوكي، يعني حتستقبل البين كود ب2 دولار وعندك الرمز. غير شركات ثانية يكلفك أكثر من 70 دولار. طبعا تجميع الطرود عندهم مجاني، الريباكيجينج كمان عندهم مجاني. طبعا عندك إكسبريس بروسيسينج بقولها ب5 دولار. طبعا ما تحتاج أنك تسوي إكسبريس بروسيسينج. هذه الشركة لما أنا جربتها عملت شحن، بعدها ب20 دقيقة شفت خلاص الشحنة غادرت قديمة على الدي اتش ال وفي الطريق. ما تحتاج يعني اكسبريس بروسيسينج. في عندهم سبيشال ريكويست بيكون 2 دولار لكل شحنة. السبيشال ريكويست مثلا تطلب منهم يزيلوا لك الحشوة من داخل القطعة فلانية، ولا يحطوا على القطعة فلانية السيكر عليه تعليمات معينة وهكذا. طبعا عندهم الشيبمنت انشورنس، التأمين على الشحنات، مجاني لغاية 100 دولار، بعدين بتدفع اديشنال اضافة تأمين 3 دولار. اوكي، طبعا التخزين عندهم مجاني ل60 يوم، بعد كذا انت بتدفع رسوم رمزية يعني بتكون لغاية 90 يوم الستورج في المخازن تبعهم. طبعا في حال انت حابب من الموقع يشتروا لك قطعة معينة من موقع معين بسبب ان البطاقة تبعك مش مقبولة في هذا الموقع، او ان هذا الموقع هو ما بيشحن الا العناوين منازل، ممكن انك تطلب خدمة شوب فور مي، هتكلفك يعني كأدنى حد ب7 دولار او 10% من قيمة المشتريات. طبعا معلومة مهمة جدا يا جماعة، في ناس حابة تشتري من موقع ابل الامريكي، ودائما لما يعملوا اوردرات طلباتهم تنرفض، فمن خلال شركة شوب 7 انت لما تعمل اوردر، الاوردر راح ينجح معاك من اول مرة، لان عنوانهم بينقبل عند ابل، لسه ما دخل البلاك ليست. فأنصحكم تستعملوا هذه الخدمة في حال تحبوا تسوقوا من موقع أبل. أوكي، طبعا في كثير مزايا، يعني مش عارف الوقت مديني أتكلم عنها ولا لا. خلونا الآن نروح ننتقل إلى مرحلة التسجيل في هذه الخدمة. تضغط من فوق على New Account، تبدأ تعبي البيانات. مثلا أنا بكتب علي أحمد، الإيميل بحط إيميل فيك من هذه الخدمة مؤقتا. طبعا انا عندي حساب عندهم، طبعا الباسورد ضروري يكون فيه كابيتال وسمول. هنا بيقول لك كيف عرفت عن خدمتنا، ممكن انك تختار ارتكل لينك اور انذر ويب سايت، ولا تختار يوتيوب، مفضل انك تختار يوتيوب. بعدين هنا تعمل ام نوت ا روبوت وتعمل ريجستر. جاب لك الحين ريجستريشن على الايميل تبعك، انا بروح اعمل تحقق. بتوصل لك ايميل بنفس هذا الشكل، طبعا مكتوب داخل الايميل final step verify now، تضغط عليه.
يقول لك congratulation now your account is ready to go. يقول لك مبروك تهانينا حصلت على الحساب. تسجل الدخول ايميل باسورد، تعمل تسجيل دخول بهذا الشكل. طبعا قبل ما تعمل اي شيء هتروح الى الماي اكاونت وتدخل عنوان الشحن تبعك، تعمل هنا change personal information، تكتب هنا اسمك مثلا باللغة العربية هكذا، بعدين تعمل save change، نعمل باك الى الماي اكاونت، بعدين احنا عايزين ندخل عنوان الشحن تبعنا اعتقد من البروفايل، بعدين تجي على ماي ادريس وتعمل ابديت ماي ادريس، تختار الدولة. طبعا ما تقدر تغير الدولة الا عن طريق التواصل بواسطة خدمة العملاء، هي بتكون اوتو ديتكتد، يعني الموقع يعرف انت فين عايش ويحدد لك الدولة. من خدمة العملاء تقدر اونلاين، يعني عندهم دردشة حية، خدمة ممتازة جدا. بس تقول لهم هنا اسمك، تكتب مثلا اسمك علي، اوكي. هنا تكتب الايميل ادرس، هنا تكتب عنوان الخزانة، هذا هو كذا كوبي بيست، وتقول لهم هاي، بعدين تكتب I want to change my country. طبعا الحين في معانا واحد بيكلمنا من الدعم الفني، وبعدين تقول له ايش الدولة اللي انت حابب تغير اليها وبيغير لك على طول. الدعم الفني تبعهم 24 ساعة متوفر على مدار الاسبوع، ايش ما واجهتك من مشكلة تقدر تكلمهم عن طريق الدردشة الحية، بيساعدوك خلال ثواني بعكس الشركات الاخرى لسه بيستعملون نظام التيكت. افتح تذكرة ويردوا عليك بعد 24 ساعة، واحيانا اذا معطلين يردوا بعد 3 ايام 4 ايام. المهم هنا تكتب اسم مستقبل الطرود، غالبا يكون انت، مثلا انا بكتب هنا بحالتنا علي احمد. هنا رقم التليفون، تحط رقم التليفون مثلا 47، تكمل رقم التليفون. هنا تكتب الادرس، مثلا انا بكتب ايربورت رود، شارع المطار. هنا الادرس لاين 2، اسم الشارع الثاني، يقول لك اوبشنال مش ضروري تعبيه. انا بكتب دارس، او ممكن احط اسم المنطقة في الستيت او البروفينس، وهي كمان اوبشنال مش ضروري تدخلها. طبعا السيتي او المدينة شيء اجباري ومهم انك تدخلها، انا بدخل صنعاء. البوستال كود لليمن هو 4 اصفار او 5 اصفار لانه ما في رموز بريدية. تعمل سيف تشينج، اوكي انا بعمل سيف، خلاص كملت. الحين اذا جينا على عنواننا الامريكي اللي هو how to use my address، جاب لي هنا 3 عناوين. طبعا الشركة هذه كمان بتجيب لك عنوان في لندن في المملكة المتحدة بريطانيا، تقدر تسوق من المواقع الانجليزية بكل اريحية، ولكن يعني انا غالبا بشتري من امريكا ما بشتريش من لندن. طبعا جابوا لي 2 عناوين في امريكا، عندنا عنوان في مدينة نيو جيرسي، والعنوان الثاني في مدينة ديلوير وهو في تاكسس، يعني ما في ضرائب، هذه الولاية معفية عن الضرائب. تيجي هنا تأخذ هذا العنوان تبعك وتدخله في مواقع التسوق ايش ما كانت، اوكي. في عندنا مواقع تسوق كثيرة، على سبيل المثال امازون، غالبكم حابب يتسوق من امازون. تيجي على الماي اكاونت، بس ما تسجل الدخول في امازون ضروري يكون عندك حساب، تسجل عندهم ايميل اسمك، تأكيد للايميل، بعدين تدخل رقم التليفون وخلاص كملت التسجيل. بعدين تدخل على الماي اكاونت، تجي على ادرس يور ادريسس هكذا، من هنا تضيف عنوان جديد ادد ادرس. نبدأ ندخل البيانات، الفول نيم، حنجيب هذه الخانة، نعمل لها كذا كليك بيعمل لها نسخ يعني بشكل اوتوماتيك، تلصقه هنا. نرجع الى الموقع، العنوان الاول نعمل كوبي نلصقه هنا، العنوان الثاني نعمل كذا كوبي نلصقه هنا في خانة العنوان الثاني، المدينة نيويورك نلصقها في خانة المدينة، الستيت ديلوير نحطها هنا، الزيب كود كوبي بيست، رقم التليفون كوبي لصق، حابب تحط اي انستراكشن حطها هنا، اوكي. بعدين تعمل ادد ادرس، خلاص كملت. بعدين تسوق من امازون والاغراض توصلنا على شيب 7، انا بجهز قائمة المشتريات وبرجع لكم بعد شوية.
أنا الآن بعمل أوردر من موقع amazon.com الولايات المتحدة الأمريكية، الرابط موجود أسفل في الوصف. أنا مجهز شوية أغراض وأحب أضيف عليهم هذا المنتج، اللي مش عارف كيف تسوق يتابع معايا بهذا الجانب، بتلاقي الصور تبع المنتج، هتلاقي بعدين الاسم فوق، تحت هتلاقي اسم الشركة المصنعة، هنا بتلاقي التقييم تبع المنتج، بعدين الأسئلة اللي عليه، بعدين السعر، هنا حتشوف انه برايم ولا لا، بعدين تحدد اللون او الموديل، في حالتنا هنا اللون، بعدين بتلاقي معلومات عن المنتج، يعني لمحة سريعة عن اهم الاشياء. اذا نزلت الاسفل هتلاقي وصف للمنتج مع تعليمات سريعة عن طريقة الاستخدام، واحيانا بيضيفوا لك مقارنة مع منتجات اخرى. هنا بتلاقي البرودكت انفورميشن، يعني الوزن والابعاد، وبالاسفل عندك التقييمات. نطلع لفوق وعمل له اضافة الى السلة. بالنسبة للبروتكشن بلان بعمل لها نو ثانكس. في عندنا منتج اخر وهو مكنة الحلاقة، هذه من باناسونيك، زي ما علمناكم، تطلع على السعر، الشركة المصنعة، والوصف، وذكر التقييمات. طبعا هنا هذه المكنة تباع من اكثر من بائع، والاسعار مختلفة، في اللي يبيعها ب 84، في اللي يبيعها ب 69، في اللي يبيعها ب 61. انا دائما افضل اني اختار اللي هي تباع من amazon.com. اوكي، اضفتها الى السلة. الان بروح الى سلة المشتريات، اعمل لها ريفيو. انا عامل يعني قائمة طويلة عريضة زي ما انت شايفين معايا، فيها الكترونيات، اكسسوارات، ملبوسات، ادوات مكتبية. طلع الإجمالي 677 دولار، عدد القطع 25. عملت الآن متابعة إلى الدفع. هنا في البداية بيعرض لي عنوان الشحن وهو الخاص بشركة شيب 7، وسبق وعلمتكم كيف نضيفه. الآن ننتقل إلى طريقة الدفع. أنا مضايف بطاقة الماستر كارد، وكمان عندي رصيد جيفت كارد ب 572 دولار. انت لساتك جديد، بتضيف بطاقة ائتمانية، تكتب اسمه، رقم البطاقة، بعدين تاريخ الانتهاء، وتعمل اضافة للبطاقة. حيعمل منك فيريفيكيشن وتدخل السي اس في كود. اوكي، بعدين تتابع. انا الحين بعمل مراجعة للطلب لاخر مرة، واحدد من هنا طرق الشحن من ناحية المدة والسعر. أنا دائما أختار الشحن المجاني واللي فترة شحنه قليلة أو قريبة، أو أني أختار برايم. أنا مع البرايم مرتاح جدا، يومين شحن. طبعا يلزم بطاقة ائتمانية داخل حسابك عشان تقدر تستعمل البرايم. كملت أنا أضبط إعدادات الأوردرات الخاصة بالشحن. الحين عندنا هنا الأوردر سمري زي ما شايفين، أسعار القطاع، بعدين الشحن، بعدين حتلاقي الخصومات هنا، السعر قبل الضريبة، سعر الضريبة، بعدين التوتال، بعدين الخصم من الجيفت كارد، وكم حتدفع من الكريدت كارد تبعك. نعمل مراجعة للأوردر لآخر مرة، بعدين نضغط على بليس أوردر، وبكذا نكون خلصنا. والطلب وصل إلى أمازون، هم حيرتبوه ويشحنوه إلى عنواننا في أقرب وقت. دخلت الى قائمة الماي اوردر، كاتب لي not shipped yet، يعني علينا ننتظر لحد ما يتم الشحن. احب اذكركم يا جماعة بمدونتي على شبكة الويب anwarsinan.com، اتمنى منكم تحطوها بوكمارك عندكم المتصفح، بتزوروها دائما باستمرار. انا الحين بتوجه الى عنواني في شيب 7 عبر الموقع، بعمل تسجيل الدخول، اكتب الايميل تبعي، بعدين الباسورد. هنا وصلتني احد الاغراض من واحدة من الشركات، عشان اقوم بالمراجعة دخلت الى الميل بوكس. طبعا هنا عندنا اليو كي ميل بوكس، بقول لي يو دونت هاف اني باكيجز، وهنا اليو اس ميل بوكس. من فوق اقدر اغير النظام المتري ولا الامبريالي، انا افضل المتري. ومن خلال هذا الجدول تقدر تشوف رقم الشحنة والصور تبع الاغراض. انا هنا عندي 2 سكيورتي كي يوبيكو، الشحن كان عن طريق يو بي اس، المرسل مش محدد، لذلك كتب لي لوجيستيك، الكوانتيتي 2 قطع، السعر لسه احنا ما دخلناه، الوزن 0.09. اذا ضغطنا على ديتيلد بيقول لي متى وصلت الشحنة، وكمان جايب لي رقم التتبع، إذا ضغطت عليه بيأخذني إلى
موقع شركة الشحن وهو UPS، بيطلع لي الستاتيوس تبع الشحنة، هي خلاص delivered. هنا نقدر نشوف الصورة الثانية والباكيج كونتينت، هنا الباكيج ويت 0.09 كيلوغرام، خفيف جدا، هو عبارة عن ظرف بداخله هذول الاثنين السكيورتي كي. اوكي، الان اذا جينا نعمل لها سيلكت ونعمل شيب بيرفض، بيقول لي لازم ما ندخل الفاليو او السعر. عندنا الكوانتيتي 2 وهنا نقدر ندخل السعر، انا مش ذاكر كم بالضبط، بروح الى يوبيكو ستور اشوف كم السعر. عندي هنا اليوبي كي 5 45 دولار، وكمان اليوبي كي 5 سي اي 75 دولار. نجي هنا نحط السعر، طبعا بتحط السعر بينضرب 2 بعدد الكوانتيتي، انا بحط سعر اقل، بحط مثلا 20 دولار بيطلع 40 دولار. ليش؟ عشان اذا دخلت عندي جمارك ولا ضرائب ما ادفعش كثير للحكومة، لانه بقول لي نسبة من اجمالي الطلب. طبعا يفضل انك تكتب اسعار القطاع الحقيقية عشان لا قدر الله وحصل ان الطيارة سقطت ولا الشحنة ضاعت تقدر تحصل على تعويض كامل، لانه التعويض حيكون بحسب الاسعار اللي انت دخلتها. انا بالنسبة لي دائما احط اسعار اقل عشان ما نلفت انتباه نقاط التفتيش والجمارك، وهذا الشيء يعني راجع لك وبحسب انت ما درست وخطط للموضوع. بعدها بأيام الأغراض تبعي وصلت عنواني في شيب 7، زي ما شايفين يوم 25 مارس وهذه 24 وهذه كمان 24 مارس وهذه 24 مارس، وبعد مرور 24 ساعة من وقت التسليم ظهرت الأغراض تبعي في خزانتي لدى شيب 7. الحين إذا جينا ندخل على الميل بوكس حنلاقي الأغراض تبعي موجودة هنا US ميل بوكس. طبعا الأغراض كانت متفرقة كل 5-6 داخل الباكيج، زي ما شايفين هم الحين صاروا مجمعين في باكيج واحدة، وهنا يكاتب لي الكوانتيتيز بجوار كل قطعة. أنا رحت مكلمة دعم الفني وقلت لهم جمعوا لي كل الأغراض داخل باكيج واحدة قبل ما أعمل طلب شحن عشان أقدر أشرح لكم بالفيديو. زي ما شايفين الآن دخلت على الديتيلز بكل تاريخ الوصول، طبعا هو بيبدالك من أول شحنة وصلت. أوكي، وهنا بتشوف جميع صور الأغراض اللي أنت طلبتها واللي هي حاليا صارت داخل باكيج واحدة، يعني تعمل لهم راجعة. أنا خلاص لهنا كفاية. كمان هنا بتشوف الباكيج كونتنت، تتأكد ان كل الاغراض موجودة. اخر شيء بقول لك الباكيج ويت والدايمنشن، عندي 9.6 باوند الوزن والابعاد 19x15x10، كبير يعني بالنسبة للحجم. المرسل بقول لك ميرج، يعني ان هذه شحنة مجمعة. انا الان بعمل تحديد للباكيج وعمل لها طلب ارسال او شحن. اولا تراجع المعلومات اللي فوق، بعدين تنزل شوية الأسفل تتأكد من عنوان المستلم، بعدين تختار طريقة الشحن المناسبة لك من ناحية السعر ومدة التوصيل وبحسب جودة الخدمة في البلد اللي انت فيه. سبق انا وناقشت معاكم طرق الشحن بداية الفيديو، ما بحبش اكرر الكلام اكثر. انا بحدد شحن DHL بيكلفني 157 دولار، هنا بيكلمني عن الكاستمز والديوتي انفورميشن، بيقول لي انه حاليا هم ما بيقدروش يحسبوا كم اسعار رسوم الجمارك والضرائب الى اليمن، وان هذا يعتمد على القيمة الاجمالية للمشتريات داخل الشحنة بحسب النص اللي محددته الحكومة، وممكن ان احنا نتواصل مع المكاتب المحلية المختصة للاستفسار عن الرسوم. الان نضغط على process to payment pay and complete order، الخطوة الاخيرة تراجع العنوان وطريقة الشحن، تنزل شوي الاسفل تدخل معلومات الدفع الخاصة بك، هنا تكتب اسم صاحب البطاقة اللي انت بتستعملها في الدفع، بعدين رقم التليفون، هنا رقم البطاقة، تاريخ الانتهاء، رمز CVC، بعدين تعمل موافقة انك تصرح لشيب 7 بخصم رسوم الشحن من البطاقة وتضغط على باي، ولا انك تدفع عن طريق الباي بال. انا دايما استعمل باي بال، بس الحين بضطر اني اوقف الفيديو وبروح ادفع.
لأني ما أقدر أسجل هذه المعلومات الحساسة. هذه لقطة بعد ما دفعت الفلوس زي ما أنتم شايفين بقول لي your order successfully. قبل 19 ساعة أنا دفعت رسوم الشحن عن طريق الباي بال، طبعا بس عمل التليفون ما قدرت أسجل عن طريق الكمبيوتر، خاف أفتح حسابي الباي بال يسكروه بيعرفون عندي أكثر من حساب، لذلك اعذروني ما قدرت أسجل هذيك اللقطتين، يعني مش مهمين أنتم ممكن تعرفوا بأنفسكم. أوكي طبعا جينا هنا على حسابي شيب 7 بشوف ان الميل بوكس صاير فاضي، جيت على الشيبمنت هيستوري، الشحنة تبعي اللي بهذا الرقم بيقول لي الحالة شيبد اوت غادرت بتاريخ 17 ابريل 2020. بدخل على التراكينج، يعني هنا كاتب لك العنوان ورقم الطلب فوق، وهنا الصور وكمان رقم الشحنة والتاريخ والسندر والكونتنت والويت وكمان التتبع. طبعا اذا جينا نضغط على الكورير دي اتش ال هذه الايقونة بيأخذني الى صفحة التتبع هذه، بكل الشيبمنت بيكت اب تم التقاط الشحنة الساعة 15:42، طبعا بعد 20 دقيقة الشحنة تبعي خلاص صارت مع الدي اتش ال، يعني سريعين سريعين جدا، ما شفت شركة اسرع من كذا. بعدها يعني بساعات الشحنة غادرت هذه المنطقة اللي اسمها اليزابيث مدري ايش يو اس اي، والحين بننتظر لحد الشحنة ما توصل لليمن، طبعا تحتاج لها وقت اقل شيء شهر، هي بتأخذ أكثر من كذا، وزيد حاليا الوضع عندنا شوية متأزم، كورونا ومدري كيف، يعني أعتقد بتتأخر. طبعا بالنسبة للدول الثانية مثلا أقرب دولة عمان ولا السعودية، الشحن يحتاج له يومين بالكثير صارت الشحنة عندك عن طريق الدي اتش ال، الدول الثانية يعني أعتقد نفس المدة 2-3 أيام بالكثير، يعني تعرقلت معك 7 أيام. أوكي أنا الحين بنتظر وبرجع لهم بعدين لما الشحنة توصلني. رجعنا لكم من جديد بعد مرور 33 يوم الشحنة أخيرا وصلت. أنا الحين دخلت على حسابي شاب 7 على سجل الشحنات، بضغط على الأوردر تبعي، بروح إلى تتبع دي اتش ال عشان تتضح لكم الأمور أكثر. زي ما انتم شايفين الشحنة اللي بهذا الرقم الويل باي مكون من 10 أرقام تم وصولها بنجاح يوم 22 مايو سنة 2020 يوم الجمعة الساعة 1:07 الصبح، طبعا رمضان يعني دوام كذا بالليل، انتوا فاهمين كيف تكون اجواء رمضان. اوكي طبعا الشحنة من حد غادرت امريكا لين وصلت عمان اخذت 13 يوم مرت بعدة دول من ضمنها البحرين والامارات، بعدين من حين غادرت عمان الى اليمن اخذت 22 يوم. اوكي طبعا لما استلمت الشحنة ما دفعت اي رسوم زيادة، لا جمارك ولا ضرائب ولا اي شيء، لانها اشياء شخصية والقانون اليمني ينص على انه في حال استيراد اشياء شخصية للفرد ما يدفع اي شيء، في حال كميات بتدفع رسوم معينة وفق لوائح مضبوطة مش عارف انها ايش هي، ممكن تتواصل مع دي اتش ال بزيارة مكتبهم ولا عن طريق الموقع كونتاكت اس وتأخذ معلومات رقم التليفون والإيميل. يعني أنا تكلمت عن هذا الشيء موضوع سابق بحط لكم على يمين أو يسار الشاشة تروح تشوفوه. أوكي وفي حال طلبوا منك الرسوم جمارك وضرائب أو تخليص أنت لا تدفع، في حال كانت شخصية أقول لهم هذه أشياء شخصية خليهم يشيكوا على الأشياء بأنفسهم يفتشوها، في حال مشيت الأمور تمام ما مشيت تطلب منهم خلوك تتواصل مع الشخص المسؤول. طبعا هم تعاملهم جدا سلس ما فيش حلبطة، صح انه شوية تأخير وكذا في حال ما كان موجود ولا مشغول يعني وتتوصلوا لحل. انا يعني من خلال تجاربي معهم ما بدفعش فلوس وهي اشياء شخصية، دائما مشوا لي الامور بسهولة يعني الحمد لله تمام. وبالنسبة للباكيج والأغراض راح نعمل فيديو أنبوكسينج منفصل راح أتكلم فيه عن المشتريات والإكسبرينس تبعي وأقول لكم الوظائف وكذا،
فيديو بيكون جدا ممتع. اتأكد الآن انك مشترك في القناة ومفعل جرس الإشعارات عشان لما ينزل الفيديو تكون من أوائل الناس اللي تشوفه، لأنه حيوصلك تنبيه على الجوال. ولا تنسي تعمل لايك لهذا الفيديو. عندك سؤال أو استفسار اكتب لي أسفل في كومنت وأنا برد عليك في أقرب وقت. عندك أي كلام حابب تقوله لي كمان أسفل في التعليقات. ضروري جدا يا جماعة عموني بمسألة مشاركة الفيديوهات مع الأصدقاء على شبكات السوشيال ميديا. مش قادر تعمل له مشاركة، ارسله دايركت للشخص اللي مهتم بهذا الشيء، بكون ممنون جدا عشان فيديوهاتي توصل لأكبر قدر ممكن من الناس. انتم مش عارفين قد ايش بنتعب وانا بصور وبسجل. مثلا هذا الفيديو اخذ مني تصوير لشهور وانا بتابع خطوة بخطوة، والمونتاج اخذ يومين متواصلين وانا فوق الكمبيوتر. يعني حاجة جدا متعبة. اتمنى منكم تشجعوني. عارف اني طولت، خلاص الى هنا نكتفي. مع السلامة.